عندما نتحدث عن سيدنا يوسف فنحن نتحدث عن الجمال والعفة. يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم صلوات الله وسلامه. صحابة رضوان الله عليهم كما في الصحيح والسنن ملوا ملة فقالوا يا رسول الله ألا تقصص علينا؟ فقص عليهم سورة يوسف، فلما نزلت قال الله في صدرها نحن نقص عليك أحسن القصص. الرؤية الأولى اللي شافها يوسف وهو صغير، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. يبدأ الشر عندهم كبيرا ثم يصغر، اقتلوا يوسف النهاية أو اطرحوه أرضا. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفه. الله، قال ربنا سبحانه وتعالى في بداية السورة أحسن القصص، وفي ختامها لقد كان في قصصهم عبرة. يأتيكم في الأوقات التالية.